ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع مصور تداوله المستخدمون بشكل واسع، يظهر من خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتحدث عن وعد قطعه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك خلال مقابلتهم على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي. لنتابع هذا المقطع وبالتأكيد نعود إليكم. Мечети говорил о том, что обещал президенту Арабских Эмиратов, я встречался с ним на Петербургском экономическом форуме, прислать материалы и сказал ему, что скоро сюда поеду, обещал прислать ему материалы о Дербенте и вот об этих исторических местах. Я вас прошу, как я говорил, подготовить. Спасибо. Когда мы были в... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدر للترند بعد هذا الحديث، ولكن من أكثر الأسباب التي جعلت الرئيس الروسي يتصدر حديث المستخدمين عبر منصات التواصل خلال الساعات الماضية هي قصته مع أشهر فتاة في روسيا، وهي الفتاة التي انتظرت بوتين برفقة والدتها لنحو 7 ساعات فقط من أجل اللقاء وإلقاء التحية عليه والتقاط صورة تذكارية. فتداول المستخدمون مقطعا مصورا لهذه الفتاة أثناء زيارة الرئيس الروسي لمدينة دربنت، وهي تطلب من والدتها التقاط صورة تذكارية لها مع رئيس بلادها. فلنشاهد. ولم تكن هذه اللقطات فقط، بل سلط المستخدمون الضوء على ما فعله الرئيس الروسي أثناء زيارته إلى منتدى تكنولوجي جاء تحت شعار أفكار قوية لوقت جديد بالعاصمة الروسية موسكو، حيث هنا قرر فلاديمير بوتين التوقف ليرسم وجها على شاشة لوحية. فلنتابع. الرئيس الروسي لفت الأنظار إليه مجددا، وذلك بمقطع آخر ظهر من خلاله وهو يرتب ملابس أحد الضباط المرافقين له في رحلته، وكان يحمل حقيبة سوداء قال عنها البعض إنها الحقيبة النووية وأن هذا الضابط هو المسؤول عنها. لنشاهد المقطع. وأنت عزيزي المشاهد شاركنا بأكثر المقاطع المتداولة التي شاهدتها للرئيس الروسي خلال الفترة الماضية.